السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وفاء عزت ودي قناتي قناة مطبخ فوفا وتوتا. لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا حبايبي اشتركوا في القناة فضلا منكم وليس أمرا منه. فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد من وصفاتي من وصفات مطبخ فوفا وتوتا. النهاردة بقى هنعمل طاجن محشي الكرنب باللحمة اللي زي العسل اللي انتوا شايفينه ده. أكيد كل واحنا فينا ليها دقتها وأسرارها في المحشي بالذات. أنا النهاردة قلت بدل ما أعمله في الحلة أعمله في الطاجن. بصراحة الطاجن ده طلع مفاجأة جدا في سواه وسوى اللحمة. اللحمة كانت دايبة جدا بالطريقة اللي أنا عملتها والمحشي طلع مستوي جدا وطلع لونه ذهبي في الفرن. أنا اتفاجئت بسواه في الفرن بصراحة طلع زي العسل. تابعوا معايا للآخر عشان الطاجن ده ليه تكات وليه أسرار وليه حركات لازم تعرفوها عشان توصلوا للنتيجة اللي أنا بقول لكم عليها دي. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة على طول حبايبي إن شاء الله. يلا بقى حبايبي نسلق اللحمه. انا حطيت حله على النار اهو زي ما انتم شايفين بسيبها تسخن شويه سخنت اهي واحط معلقه سمنه صغيره عشان انا هدي ايه صدمه للحمه اشوحها شويه تديني لون مكرمل كده قبل ما احط ايه الميه بتاعتها. احنا حتى مش هنزود ميه احنا هنحمر اللحمه الاول قبل ما نعمل الكرنب. بص يا حبايبي انا عامله الكرنب قبل كده في حلقه هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها الرابط بتاعها في صندوق الوصف في الحلقه دي عشان انا عامله قبل كده حلقه المحشي. فانا بس ايه هحضره معاكم كده هحشيه معاكم كده بس انا قلت اسلق معاكم اللحم. تمام اللي عايز يتفرج على حلقه المحشي يتفرج عليها في حلقه المحشي بالكرنب مع سلق الفراخ. هسيب لكم الرابط بتاعها يا حبايبي في صندوق الوصف. سخنت هنحط كده بقى اللحمه بتكوني غسلاها شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتنا تاخد صدمه اهو. هنقلبها بقى ايه على الناحيتين كده خليت اول وش كده ارجع بيها كده الناحيه الثانيه اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو اهو احنا كده بنديها صدمه. هحط معاها بقى ايه البصل وحته فلفل صغير دي بصلايه انا قطعتها صغير عشان انا ممكن احط البصل ده في قعر الطاجن وانا بعمله الطاجن احط البصل واللحمه دي في قعر الطاجن. احنا اللحمه دي هنسلقها تلتين سوا تلات ارباع يعني عشان تكمل سواها في الطاجن مش حبايبي ما تسويهاش على الاخر لان احنا هنحط الطاجن في الفرن هياخد بقيه سواه يبقى احنا هنسويها تلات ارباع سوا. هحط بقى ايه شويه حبهان صغيرين قوي عليها معلقه صغيره حبهان خلاص كده معلقه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده اهو خطوه خطوه مع بعض ورشه جوز الطيب اهو رشه صغيره قوي من جوز الطيب اهو انا ببشرها انا مش عندي ماعز خلاص كده. وهنحط معاه مكون تاني اللي هي بهارات اللحمه حبه صغيرين كده خلاص. وهحط ماجي وحطينا حبايبي واحده ماجي اهي ماشي حطيتها على اللحمه تدي نكهه للحمه. هقلب كده زي ما انتم شايفين بس كده خلاص. انا قلت تدي نكهه للطاجن كده شويه لحمه كانوا عندي في الفريزر كده اتبقوا من العيد قلت احطهم كده في الاكل. هسيبها بقى ايه تتكرمل شويه كده بعد كده نحط ايه نسقيها الميه بتاعتها مع بعض. شايفين كده حبايبي اهو بعد ما حمرناها اهو شايفين سيبناها تتحمر شويه تتكرمل كده زي ما انتم شايفين. هنحط بقى شويه ميه ايه سخنه معانا عشان ايه تاخد التلات ارباع سوا اللي احنا قلنا عليهم اللي هي التلتين سوا خلاص. هسيبها بقى ايه مش كتير مش هنحط ايه ميه كتير هسيبها بقى مع نفسها كده هتاخد سوا اللي هي التلات ارباع اللي قلناه مع بعض. هقطع الكرنب واجهزه وهستناها لما تخلص خالص ونبدا نحشي الكرنب في الطاجن ونحطها في قعر ايه الطاجن مع بعض. يلا استنوني يا حبايبي. رجعت لكم حبايبي اهو انا سلقت اللحمه على النار
لحد ما السلق تلات ارباع سوا زي ما انا قلت لكم، التلتين والباقي هيستوي مع الطاجن. تمام كده حبايبي، والطاجن جبنه طاجن اي مقاس انت حباه بقى. وزي ما انا قلت لكم انا هسيب لكم رابط الوصفه بتاعت الكرنب مع الفراخ اللي بتسلق، هسيبها لكم في صندوق الوصف. تمام، وانا عملت اهو، حضرت الحاجه بتاعتي، الخلطه بتاعتي اهو، الكرنب بتاعي قطعته اهو زي ما انتم شايفين. خلاص هنجيب بقى الطاجن بتاعنا. خلاص نبدا بقى ايه، نرص المحشي بتاعنا. هنحط طماطم مقطعه، طماطم وبصل شرايح. هنرص البصل الاول زي ما انتم شايفين كده، لما اخلص هوريه لكم اهو زي ما انتم شايفين كده. البصل بترص معايا، نرصه كده في القعر كده عشان يدي ايه شكله، وبيبقى طعمه حلو برضو لو حابين ايه تاكلوه. مش عايزه ترصي بصل وكده ما ترصيش عادي يعني، كده او كده. هنرص بقى الطماطم بتاعتنا زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين اهو، رصيت البصل والطماطم. خلاص كده حبايبي، هنبدا بقى نحط اللحمه بتاعتنا اللي احنا سلقناها تلات اربع سوا في النص كده اهو. انتوا شايفين ارص اللحمه اهو، رصيتها حبايبي اهو في النص اهو. انت بقى لو اللحمه اكتر من كده هترصي الطاجن كله طبعا، انا رصيتها في النص. خلاص هنجيب بقى الورق بتاعنا اللي احنا قطعناه يا حبايبي اهو، هنحشي الكرنبايه اهي يا حبايبي اهي. حطيت الرز اهو، واقفلها كده والفها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهبدا ان انا ارص داير ما يدور بقى. خلاص هرصها داير ما يدور وهوريكم كده، هرصها داير ما يدور وهوريكم كده ايه، ارجع لكم اوريها لكم. بصوا حبايبي انا عملت اهو اول صف زي ما انتوا شايفين كده، تعملوه بالطريقه دي، خدتوا داير داير كده من اول صف لتاني صف داير داير زي ما انتوا شايفين كده. وهبدا بقى اكمل عليه بنفس الطريقه كده، امشي كده مع الصفوف بتاعته داير داير كده، اكمل بقى المحشي كله مع بعضه كده رصه، وارجع اوريكم بقى واحنا بنصب الشوربه قد ايه، وهنعمل ايه، وهنحطه في الفرن قد ايه. قلت لكم اهو حبايبي انا رصيت اهو الطاجن كله زي ما انتوا شايفين اهو، رصيت اهو زي ما انتوا شايفين الحلاوه اهي، وعملت الشوربه اللي احنا عملناها بتاعت اللحمه بقى منها شويه، حطيت عليها بقى شويه فلفل اسود تاني وشويه ملح صغيرين. انت اعدلي ملحك بقى، الملح ده بتاعك، وواحده ماجي لحمه خلاص، وبيظبطي ملحك، وحطيت شويه بهارات سبعه بس. خلاص وقلبتها وسبتها تغلي على النار الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي. خلاص هناخد كده ونقعد نسقي بقى ايه المحشي زي ما انتوا شايفين كده اهو، الشوربه اللي احنا عملناها جميله جدا. خلاص ناخد شويه شويه كده زي ما احنا شايفين كده، ونخبط كده، نرج كده الطاجن عشان ايه الشوربه تنزل تحت عشان كله يستوي، ما يبقاش حبه وحبه زي ما انتوا شايفين كده. نفضل نعمل كده، الشوربه شوف اختفت ازاي، نزلت تحت. انا عايزه بقى كل شويه نعمل كده عشان الشوربه ايه تنزل. احنا هنسويه في الفرن ان شاء الله. بس كده هنجيب بقى الفويل بتاعنا، احنا دايما بنقول المطفي اللي في اللي على الاكل واللي بيلمع من فوق. خلاص هنقفل بقى الطاجن كده اهو زي ما انتم شايفين كده. بص يا حبايبي انا قفلته بالفويل اهو، هحطه في الفرن على الصاجه اللي تحت خالص مش على الشبكه، هحطه هشوفه بقى هياخد وقت معايا قد ايه، وهرجع اقول لكم. خلاص بتعلي عليه على نار وسط، خلاص بتفضلي على 200 كده اللي تحت اللي هي الصاجه اللي تحت، تفضلي حطاها عليه كده اللي هشوف لك المده وارجع اقول لك قد ايه، ونقدمه مع بعض. رجعت لكم اهو حبايبي بعد ما سويته اهو، بصوا شكله، ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ انا سبته ساعه الا ربع، وفتحت عليه خمس دقايق كده، سبت رحت شايله الفويل خمس دقايق بس في الفرن كده وهو سخن عشان يديك الوش الذهبي اللي انت شايفاه ده، مش على الشوايه، انا ما حطيتوش على الشوايه، فكيت الفويل كده من عليه ورحت سايباه اخر خمس دقايق كده على السخنيه بتاعه الفرن، يديك اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده. خلاص حبايبي يلا بقى حبايبي نقلب الطاجن مع بعض. تمام كده يلا هقلبه معاكم اهو حبايبي، بسم الله زي ما انتم شايفين كده قلبناه اهو. بصوا بقى الطاجن عشان كبير، خلاص هسيبه كده يهدى شويه. الطاجن عشان كبير، المعلومه دي اقولها لكم، الطاجن عشان كبير خد ساعة الا ربع، ممكن ياخد ساعة كمان معاكي عشان الطاجن ده كبير. لو طاجن اقل من كده ممكن ياخد نص ساعة وحاجة بسيطة شوية وخمس دقايق ولا حاجة. يلا نقلبه نقول بسم الله كده يا بركة الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حول ولا قوة إلا بالله. اهو شايفين مفيش حاجة لازقة اهي، وهي شوية الخضار اللي تحت ده لو سبتوه بقى شوية عن كده كمان، انا عشان ايه هاكله سخن فمش عايزاه يهدى شوية، لو سبتوه شوية عن كده حبايبي هتلاقوه مسك وبقى شبه التورتاية كده، بس انا عشان ما باكلوش بارد ولا دافي شوية بحبه مولع كده، فلازم يفك. اي حاجة لو بتقلبيها لو قلبتيها بسرعة وهي سخنة هتفك منك. كل اللي بتشوفوه ده بيبقى سايبينه هادي تمام. ادوه بقى معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جدا. بصوا الرزاية مستوية ازاي، شايفين؟ وطعمه حلو جدا، واللحمة اهي والخضار بتاعنا اهو، اهو اللحمة اهي. شوف بقى اللحمة مستوية ازاي، دايبة ازاي، شايفين دايبة ازاي اهو، عشان احنا عملناها تلات ارباع سوا وخدنا ايه الربع التاني في التوب اهو. بصوا شايفين دايبة ازاي اهو. دقها جميلة جدا طبعا، حلو قوي. جربوه بقى وبعتوه لحبايبكو اللي انتوا بتحبوهم يعملوه لكو، شيروه كده لحبايبكو. وما تنسوش بقى اللايك، اللايك الحلو من ايديكو لو الوصفة عجبتكم ان شاء الله، وتكتبوا لكم تعليق حلو لو عايزين اي حاجة، وقولوا لي رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة ايه حبايبي، واستنوني في وصفات كتير من مطبخ فوفا وتوتا، واشوفكم على خير ومع السلامة.